دلان والخيول تابعوا معنا. خيول في مارب، خيول في مارب وغزلة، خيول عربية أصيلة، وأيضا خيول عربية أصيلة درجة أول. مش غير خيول، بس خيول عربية أصيلة يسموها اسطبل، اسطبل الخيول، اسطبل الخيول، وهذا يسموه في العربية اسطبل. طيب جبنا صغير لفه بس شوي، لفه بس عن نوع مطر. شو صندي عندنا؟ أنا ما أستغرب. طيب قل الكلب اسكت شوي. نبي عامل هذا الخيل، وهذا فرس تسمى فرس، وهذا الخيل ابن الفرس. كيف حالك؟ ايش عبو؟ هذا الفصالي. هذا اسمه مشهر. مشهر؟ تبع من هذا؟ تبع البكري. ماله؟ انتبه لا يخرج. خذي فيك صغيري بصه. دخل. كفل الباب. تشيل وضني هنا؟ ما شاء الله هو الخير. خلي صاحبه. ما شاء الله دايما حياة حياة حبيبي. شو اللي بيشمل؟ لا عم تعرفني. تمام. أهلا. أيوه ارجع عامر. أو أخي اخرج. الله الله والخير. أنت ما الخير اللي حاسبك. ها؟ أنت ليش الخير اللي حاسبك؟ انتبه يا ولد، هذا بيقع احس انك راح تجيبه تقلب بيسافك.